الخبر الاول اللي عدنا عن تهجم متابعين نارين بيوتي على موفلوجز. فلو تدخلوا على رقم مقطع نزل موفلوجز وتنزلوا بيها التعليق راح تشوفون انه كل التعليق يكتبون عليها انه مشتاقين لنارين بيوتي وانه ليش ما قاعد تصور وياها وانه بعد لا تصور ويا انس وبيسان اسماعيل. طبعا من هذا الكلام طبعا مثل ما تعرفون انه موفلوجز حاليا ويا نارين بيوتي ميحشون ويا بعض وصار مشكله بيناتهم، فلازم ما يصورون ويا بعض. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بالتهجم اللي تعرض له موفلوجز، هل هو يستحقه او لا. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فأول يوتيوبر اللي عدنا هو باريش دادا. فباريش نزل على سبب الانستغرام شوية ستوريات، وبهذه الستوريات كان يقول بيها انه اول شيء بالنسبة للمتابعين يريدون يسكرون حسابات فريق نورمار او حسابات نورمار، هذا الشيء غلط وانه هو هذا الشيء ما يريده ولح يتضايق لو صار. بالنسبة لثاني شيء فباشر راح ينزل المقطع الساعة بالاربعة راح يكشف بيه حقيقة نورمار وشنو صار خلال هذه السنة ونص اللي فاتت وكل القصص اللي صارت. راح اعطيكم كل الستوريات تشوفوها تفتهمون اكثر. السلام عليكم، كيفكم؟ امبارح شفت ستوريات تمام عم تحاولوا تسكروا حسابات يا جماعة، الشي غلط تمام. صح انهم عم يحاولوا يسكروا حسابي الله يسامحهم، بس نحن مو مثلهم تمام. اذا شخص تسكر حسابه بسببي انا بنزعج اكتر تمام، فنحن ما نصير مثلهم. يعني هذا تهكير حسابات، هالشي غلط تمام، هذا الشي لا تعمله. وبكرة رح انشر فيديو يوتيوب تمام، رح احكي كل شي. بكرة الساعة 4 رح تعرفوا كل شيء تمام. من سنة عم تطلبوا مني هالشي بكرة رح أعمله. بكرة الساعة 4 على اليوتيوب على قناتي، استنوا خليكم جاهزين رح تعرفوا كل شيء يا جماعة. مين خايف؟ أما اليوتيوبر الثاني عندنا فبيسان وأنس. فبيسان نزلت على حسابها بالإنستغرام شوية ستوريات، وهذا الستوري أعلنت من خلاله راح تنزل مقطع اليوم تقريبا على الساعة 7. مثل ما شايفين بيسان لابسة فستان عرس، فهذا حيكون خطبتهم أو عرسهم. اكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شنو توقعاتكم هذا الموضوع والمقطع، منو متحمسين أكثر بين بيسان إسماعيل وباريش دادا. الخبر الثالث اللي عدنا عن تهجم المتابعين على انس وبيسان اسماعيل. فانس وبيسان نزلوا على حساب انس بالتيك توك هذا المقطع، ولو ندخل بيه على التعليق راح تشوفون انه كل التعليق قاعدين يتهجمون بيه عليهم او قاعدين يسبوهم او يكشفون حقيقه انس شايب انه هو مو رجال وجاي. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر وشو رايكم بالتهجم اللي تعرضوا له، هل هم يستحقوا او لا. الخبر الرابع اللي عدنا عن انس واصاله وعيد زواجهم. فبرحوا كان عيد زواجهم، ان شاء الله الف مبروك وعقبال مليون سنه وتدومون لبعض. وهذه المناسبه انس واصاله نزلوا هذا المقطع اللي كان بيه انس يهدي اصاله حصان، هذا نزلوا هذا البوست اللي كانوا كاتبين بيه انه قصص الحب الحقيقيه لا تنتهي بسهوله وهذه ذكرى سنويه جميله وان هي تحب انس. فلا تنسون يا حبايب انه تعيدوهم بالكومنتات. الخبر الخامس اللي عدنا عن مايا جمال وسبها للاجئين السوريين. فمايا جمال امبارح طلعت ببث مباشر وصارت تحكي عن اللاجئين السوريين ونتسبهم. راح اعطيكم بث مباشر، ولكن قبلها يا حبايب حابب اني اقول انه مايا جمال متمثل لنفسها وانه اهل الاردن متبرين من وحده هيك، وانه ما بالعكس السوريين والاردنيين اخوه، ولكن بالنهايه متمثل لنفسها. راح اعطيكم الستوريات شوفوا هي شلون تحكي على السوريين. هو لا ايوه هو لاجئ، يعني بيرموه بكبوه على الحدود، هو كبوه بالحدود مش محترم القوانين، راح ينكب قدامكم، رح ينكب ورح تشوف مطر عين، مش من البالة مش من البسطة. بحكي انه لاجئ، طيب انا بحكي لك انت 500 لاجئ يا سيدي، روح 700 كمان عادي، يعني موضوع جدا عادي. وزعلانين وانكم حردانين ولا تحكي هيك حكي وما بنسمح لك، الله عمرك ما تسمع، ما بتزعل. مو الالمان 24 ساعة يقول لك انت ازول وانت تضحك، ها اعطينا مصاري عادي، يعني الدنيا هيك يعني ماشية. ايش يعني؟ بس وصلنا صناعه المقطع يا حبايب، لازم نوصل هذا المقطع اكبر عدد من اللايكات لانه صاير مشكله بالقناه، ما تطلع مقترحات من كثر ابلاغات اللي يتعرض لها قناتي من اليوتيوبر المشاهير، يبلغون على قناتي يحاولون يوقفوها. فاتمنى يا حبايب ان توقفون وياي بهاي الشغله وتدعمون قناتي، وبس مع السلامه.